لاكومي طوبوغرافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس ديال الكالكيل جيزمو ديستونس اونتر دو بوين. هذا الدرس هذا كنت ديجا شرحته، ولكن بحكم انه كان عندي طابلو صغير ما تشرحش مزيان وما توضحش داكشي مزيان، وبقاو بعض الاسئله كيروجوا حول هذا الموضوع هذا، فقلت علاش لا ما نعاود ندير واحد الدرس ديال الكالكيل جيزمو وديستونس، وندير كذلك درس ديال الكالكيل كوردوني، عاد نكملوا في الدروس ديال الكالكيل باش ندوزوا لحاجه اخرى. اليوم ان شاء الله غادي يكون عندنا درس بين نقطتين، يعني كالكيل سامبل الاول بي، عندك اكس ايغريك وعندك اكس ايغريك، وحنا خاصنا نلقاو جيزمو والديستونس ما بين هاد لي بوا هاد. عاد من بعد ان شاء الله ندوزوا لحويجات اخرين. هادشي اللي جا كنا شفناه في الكالكيل ديال شوميرمو، ولكن ما فيها بس نعاودوا نذكروا به. اذا اول حاجه كنديرها وهي انني كنوضع واحد الخاصيه دائما كنديرها هنا، واحد الدائره كنذكر بها. بون بالنسبه لهذا، هذا هو اللاكس ديال لي زيغريك، وهذا هو اللاكس ديال لي زيكس. لي زيكس هما اللي كيزيدوا هنا، لي زيغريك كيزيدوا هنا. هنا تيكون عندي الناقص، وهنا تيكون عندي الزائد، وهنا تيكون عندي الناقص. فانا فاش تنبغي نكالكيلي الجيزمو كنكالكيلي تيطا هي الاولى. تيطا الا خرجت ليا موجبه فراه تيطا كتساوي الجيزمو مباشره، ولكن الا خرجت سالبه فهاد الحاله هادي كندير 200 غراد موا تيطا هو الجيزمو ديالي. في حاله الا خرجت ليا فهاد الحاله هادي كندير 200 غراد بلس تيطا. اما الا خرجت ليا فهاد الحاله هنا تكون عندي 400 غراد ناقص تيطا، هذا كتذكير. اذا اول حاجه غادي نديرها وهو غادي نحط القواعد. انا عندي تيطا كتساوي ليا الطونجونت موان ز ديال دلتا اكس على دلتا ايغريك. اذا غادي نديرو اونا تيطا كتساوي ليا الطونجونت موان ز ديال دلتا اكس على دلتا ايغريك، والدلتا اكس على دلتا ايغريك هو شنو هو؟ غادي نكتبو هنا بلا ما نضيع السبوره، هو اكس بي ناقص اكس ا على ايغريك بي ناقص ايغريك ا. اذا هنا عندي اكس بي ناقص اكس ا، هما هادو. كناخذ هاد الاكس ناقص هذا، انا غادي نكتبها مباشره، غتعطيني 315.928 مقسومه على 148.53 اونص. دونك تيتا كتساوي ليا الطونجونت موان ز ديال هاد الريزلت هادي. الا حسبتها غتعطيني 2.12.33.9. خمسه الارقام كافيين. دونك تيتا كتساوي ليا، الا درت ليها التطبيق العادي الطونجونت ديال هاد العدد كتعطيني 72.0213 غراد. اذا هذا هو التيتا اللي ما بين النقطة او بي. اذا هاد التيتا كتبان لينا هنا، خرجت عندي موجبة. شتا موجب على موجب. اذا هنا باش تفهم واحد المسألة، هاد الدائرة هادي، هاد الجهة هادي هنا موان اكس، وهاد الجهة هادي عفوا بليس اكس، هنا موان اكس، وفهاد الجهة هادي بليس ايكغريك، ولتحت موان ايكغريك، لأن إلا كنت جاي هابط هنا كنقص في لي زيكغريك، هنا كنطلع في لي زيكغريك، هنا كنزيد في لي زيكس، وهنا كنقص في لي زيكس. فهاد الحالة عندي في الاكس بليس وهنا بليس، إذا طايحة ليا هنا هاهي بليس مع بليس. لو كنت طاحت ليا هنا مثلا عطاتني الفوق موجبه ولكن لتحت في الايكغريك سالبه، غتكون هنا غتكون عندي 200 موان تيتا، فهمتي؟ ولا مثلا كنت طاحت ليا في الاكس هنا سالبه وفي الايكغريك حتى هي سالبه، اذا غادي تكون عندي 200 بليس تيتا، غتكون عندي هنا لو كانت عندي السالب على السالب. لو كان عندي مثلا الموجب في لي زيكس موجب هنا في لي زيكس مو هنا ناقص اكس على زائد ايكغريك، غادا تكون عندي هنا في هاد البلاصة هادي. لو كانت عندي هنا ناقص وهنا زائد، إذا غتكون عندي هنا غتكون عندي 400 موان تيتا. إذا في هاد الحالة أنا عندي موجب على موجب، زائد مع زائد، إذا طايحة عندي هنا
تيتا كتساوي ليا هي الجيزمو مباشره. دونك جيزمو ايغالا تيتا ايغالا 72.0213 غرام. وهكا كنكون حصلت على الجيزمو ديالي. اذا هنا شنو باقي ليا؟ باقي ليا لا ديستانس. لا ديستانس غادي نكتفي بها ربما غير هنا كافياني. غادي نديرها غير فهاد لاكاز راه غتكون كافيه لان الدلتا ديجا كالكيليتو انا. بالنسبه لا ديستانس القاعده شنو كتقول ليا؟ دي او كاري كتساوي ليا دلتا اكس او كاري زائد دلتا ايغريك او كاري. هذه هي القاعده اللي عندي بالنسبه للكالكيل ديال الديستانس. اذا انا بالنسبه ليا الدلتا اكس فين هو؟ هاد دلتا اكس هو هذا والدلتا ايغريك هو هذا. يعني ما بلا ما غادي نعاود نحتاج ندير الكالكيل من جديد وانما غادي نطبق مباشره. غادي ندير دي او كاري كتساوي ليا 315 او كاري عفوا سيتي الفاصله غادي تجري الاوكاري فاصله 928 اوكاري زائد 148 فاصله 53 اونص اوكاري. دي اوكاري كتساوي الى درت التطبيق العددي ديال هادو اش غتعطيني؟ 99810 فاصله 501 زائد 22000 و 62.646. الى جمعتهم غادي يعطوني 121873.147. فوالا. اذا هنا شنو غادي ندير؟ غادي ندير دي كتساوي الراسين كاري ديال هاد 121873.147 وكتعطيني الديستانس ديالي هنا. كتعطيني الديستانس اللي هي 349.103 وهذه هي الديستانس ديالي. كنتمنى غير هذه اللي تكونوا فهمتوها ليا مزيان لان هنا بنادم تيتخربق. انا غادي نعاود نشرحها مزيان. الدلتا اكس على الدلتا ايغريك مزيان. في هذه الحاله هنا فاش كيكونوا عندي هنا اشنو تيكون؟ كيكون زائد على زائد يعني كتكون عاديه او بلا ما دير زائد. عدم وجود الاشاره راه هو زائد. ولكن الا كنت هنا اشنو تيكون عندي؟ تيكون عندي زائد الفوق والتحت تيخرج عندي الناقص لان هنا لي زيغراغ ناقص وهنايا زائد ديال لي زيكس. فاش تنجي لهنا اشنو تيبان لي هنا؟ ها هي ناقص اكس وناقص ايغريك. اذا هنا غيكون عندي بحال هكا. الا خرج عندي الدلتا هكا اذا كيتكتب هنا. والا خرج عندي الدلتا فيه الفوق شوف هنا شنو عندي؟ ناقص ناقص اكس والتحت الزائد اذا غيتكتب هنا. دونك الا عندك هذه الحاله راه الجيزمو ديالك تيساوي تيتا كما خرج عندنا حنا دابا. والا عندك هذه الحاله راه الجيزمو ديالك تيساوي 200 موان تيتا. والا خرج لك في هذه الحاله راه الجيزمو عندك تيساوي 200 زائد تيتا. وإلا خرج لك في هذه الحالة راه الجيزمو عندك تيساوي 400 ناقص تيتا. إذا هذه هي القاعدة. كنتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا دخلتوها للدماغ مزيان لأن هذه هي اللي كيتصيدوا فيها بزاف ديال الإخوة حتى كيطيحوا في مشكل ديال الكالكيل ديال لي جيزمو وكيقول لك راه كنحسب وما كيبغيش يخرج لي الجيزمو. إذا غادي نكتفيو بهذا القدر باش ما يكونوش الدروس طوال بزاف. الدرس الماجي ان شاء الله غادي نديروا الكالكيل ديال لي كوردوني وان شاء الله غادي نخدموا على هاد لي بوانيت هاد ابي اللي عندنا هما اللي غادي نخدموا. غادي نستعملوا الجيزمو اللي خرج لينا هنا مع هاد لا ديستانس وغنشوفوا واش غادي نطيحوا في هاد لي بوان ولا لا. الحصه الماجيه ان شاء الله غادي نديروا كالكيل ديال لي كوردوني اونتر دو بوان. السلام عليكم ورحمه الله.